يبدو أن طهران تسعى لقلب الموازين في سوريا وتغيير خريطة النفوذ في الفترة القريبة، فقرار مفصلي وغير مسبوق اتخذته سيغير شكل المرحلة القادمة تماماً. فما الذي يحدث؟ مصادر دبلوماسية عربية تحدثت عن أن طهران لديها مخطط لخلط الأوراق على الساحة السورية، حيث اتخذت قرار بالضغط على سوريا من أجل إبرام صفقة كبرى مع الجانب التركي والتوصل إلى اتفاق لتطبيق العلاقات بشكل كامل بينهما. وبحسب التقارير الإعلامية فأن طهران تريد بذلك سحب ملف الوساطة بين دمشق وأنقرة، وذلك من تحت أقدام روسيا، واستلام زمام المبادرة بدلاً منها للحصول على بعض المكاسب، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن توجهات أمريكية لقلب المعادلة في سوريا وتقليص تواجد طهران في العديد من المواقع داخل الأراضي السورية. لذا وعلى ما يبدو فأن خطة طهران الجديدة تقتضي التواجد بشكل واسع في سوريا، مع إتمام بعض الصفقات لتسهيل ذلك مثل صفقة التطبيع بين دمشق وأنقرة. وحول موقف روسيا فأنها لا تمانع انتشار طهران لا طالما أن هذا الأمر لا يؤثر على مصالحها على الأراضي السورية.